صديقي باغي نفتح ليكم. دابا راني في الباطو غادي ان شاء الله للمغرب، ومستقى الصباح وحنا فايقين باش نشدو، يعني راه مبوقين باش نشدو الباطو. كيخرج مع 10:45 من جينا مع ديك 8 شادين تما، قال كيخرج حتى ل 11 وعاد زعفنا علاش غادي يخرج حتى ل 11، حنا فايقين جايين. هذا هو البحر، راه واحد الباطو باش ما نعرف واش راكم تشوفوه ولا لا. الباطو حتى هو راه نفس ميديترانيا، حتى هو سميتو ميديترانيا، حتى هو راه معانا. هذا هو الباطو، او هذا هو. ايوا من جينا مع ديك، جينا مع ديك 8 باش نشدو 10:45 ديال الباطو، قال لك ما يخرجش حتى ل 11، راه مشى للجزائر ما يجي حتى ل 11 ديال الصباح، يعني خصك تسناوه. قلنا صافي زعفنا كلشي، قلنا معليش جات ل 11 حيت من حنا 8 وانت تسنى حتى ل 11 بزاف. جات ل 11 ما كاين والو، جات 12 ما كاين والو، جات الوحده قلنا صافي جوج غادي نقطعوا الياس، جات جوج ما كاين حتى الربعه، 24 هكا عاد طلعنا الباطو عاد وجا وخلاونا جوج سوايع كنتسناو. جا من الجزائر هبطوا الناس وجوج سوايع هو جالس كنتسنى حتى 24 عاد باش ركبنا. يعني خص لي يجي في الطياره ويهني راسو، صح انا اللي ما سمعتش الراجل باش نجي في الطياره. 24 عندك 24 دقيقه، 24 دقيقه منا ملي ردوها في الميري، فلو كانوا في ملاقا دابا راهم الميري كيقبضوا الطياره حتى للمليليا. 24 دقيقه تقريبا نفس الثمن، الباطو 44 الفرنك الواحد، الطياره 50 60 راه كتشدها 60. هاد المره مع زادو مع هاد ديال رمضان وكلشي راهم دايرين 60 60 حتى 70 حتى على حسب الايامات. وصافي هذا هو السفر، تعول على شي حاجه باش نوصل بكري، باش نشد الطريق من الناظور حتى لوجده باش نوصل بكري. ايوا شوف انت، ها هي دابا حتى وصلت الليل، ان شاء الله عادي نفطر تما ما كتبش، قال لك كل مره تمشي على اللي كتبك الله. المهم هو نوصلو مزيان وصافي، ونلقى ان شاء الله طاكسي ديال الناظور يوصلني لوجده، هادشي اللي نتمنى ان شاء الله ما يكونوش مريضين في الليل. ايوا هذا هو البحر، ونتمنى ان شاء الله اللي مركب الباطو يركب الباطو ان شاء الله في هاد العواشر، ربي يحقق له الحلم ديالو، وكل شيء عند الله قريب. واللي ما عندوش الوراق ان شاء الله مازال يركب الباطو يرجع لبلادو يشوف احبابو ان شاء الله يا ربي، والله كبير سبحانه. ونتمنى تكونوا مزيانين وصافي.